خلوني أبتدي بالجهود اللي بتبذلها الدولة المصرية من أجل احتواء الموقف. سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي تلقى اتصال هاتفي من يوناس جاهرستور رئيس وزراء النرويج. المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاتصال تناول متابعة التباحث بشأن تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأكد الرئيس ضرورة العمل على إنفاذ التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، مع أهمية الضغط في الوقت الحالي نحو وقف إطلاق النار لحماية المدنيين الذين يتعرضون لمعاناة إنسانية غير مسبوقة. توافق الجانبان في هذا الصدد على ضرورة إيصال وتوفير المساعدات الإغاثية إلى قطاع غزة بشكل فوري واحترام القانون الدولي. وأضاف المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والنرويج وسبل تطوير التعاون الاقتصادي والاستثمارات المشتركة بين البلدين.